النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من المحاضرة الأولى اللي هو البارت 2 من الداينامكس. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أنواع الريسبتور، المرة دي هنتكلم عن حاجة اسمها الدوز ريسبونس كيرف. الدوز ريسبونس كيرف ده علاقة بين الدواء والريسبتور، بين الدواء والريسبونس. كل ما يزيد الكونسنتريشن كل ما يزيد الريسبونس، المفروض بس بريت مختلف. يعني ايه شوية تعريفات كده الأول؟ يعني ايه افينيتي، يعني ايه افيكاسي، يعني ايه بوتنس. هنبدأ بالافينيتي، هو الـ strength of budding of receptor with agonist. دي حاجة ما بتتحددش كلينيكالي كده، يعني ما نعرفش نقول على الهيومن على طول. ايه هي الافينيتي عشان نبقى فاهمين؟ زي مثلا المفتاح والكالون، ان المفتاح اصلا يدخل في القفل او يدخل في الكالون بغض النظر هو هيحركه ولا لا، هيفتحه ولا لا، ده اسمه افينيتي. طيب الافيكاسي قدرته بقى انه يغير في الدق، يغير في الريسبتور، يغير في الكالون، يفتح يحركه يمين او شمال. دي الافيكاسي او الانترنسيك اكتيفيتي، اللي هي تأثير الدواء بنفسه، اللي هو effect of drug due to its own، وده بيعتمد على ال number of drug receptor complex. طيب ايه بقى هي البوتنسي؟ الكمية اللي بتدي 50% من الريسبونس. الكمية أو ال amount، أول ما نقول كمية أو amount يبقى ده كده البوتنسي. يعني لو كيرف معين أو دواء معين عملت A و B، لو كان A ده الكمية اللي بتدي منه نفس المفعول 5، الكمية اللي بتدي من بي نفس المفعول 10، يبقى الخمسة ده هو المربط. فعشان يعملوا كده قالوا إن في حاجة اسمها الـ EC50، وهي الـ effective concentration 50، أو التركيز اللي بيدي 50% من الإفكت، ده اللي بيستخدم لتحديد البوتنسي. فهنا لو قلنا إن في EC50 لدراج A و B، وقلنا إن دراج A more potent than دراج B، يبقى عشان كده كمية أقل من الدراج A هي اللي محتاجينها عشان ندي 50% من الافكت. الفاكتور المهم في تحديد الاس 50 هو الافينيتي. طيب ايه الفرق بين كلمه افيكاسي وبوتنسي، وامتى اقارن بينهم؟ البوتنسي بيقارن دوايين من نفس الكاتيجوري زي المورفين والكودين كده، الاثنين ناركوتيك، فنشوف مين الاقوى فيهم، او بس الاثنين بيوصلوا لنفس الاند، الاثنين بيعملوا نفس النتيجه. لكن هو قارن بين المسكرات العاديه والناركوتكس، هقارن بينهم مين الافكتيف اصلا، مين اللي هيوصلني لنفس النتيجه. فالافكاسي بتقارن حاجات مختلفه، انما الافينيتي بتقارن حاجه واحده. يعني لو عرفنا يعني ده كده بيبقى الشكل العام للدوز ريسبونس كيرف، لوج الدوز مع ريسبونس، وبيبقى ماشي كده زي ما انتم شايفين طبعا، او بيبقى مستقيما كده، يعني مش معوج ولا حاجه، بس بيبقى بالمنظر ده كده. وهنا كده الافكت، يعني لو انا جيت قلت ان مثلا ده دواء ايه وده دواء، وهرسم تاني جنبه كده دواء بي كده مثلا، فالاتنين هوصلوا في الاخر لنفس الافكت. لما اجي اقارن منهم البوتنسي، يبقى اللي بدأ الاول وبجرعه اصغر هو ده اللي مور بوتنت. لما اشوف مين اللي وصل هنا يبقى هو ده المور افكس. طب لو انا قلت ان في واحد كده مثلا، ده ما وصلش لنفس الافكس، ده في حتة تانية، ده اضعف منه. فالافكس هي الحتة اللي فوق دي، والبوتنسي بشوف اني كمية اصغر هي اللي انا بينفع، اللي بتدي نفس المفهوم. طيب انواع الادوية من حيث ان هي بتشتغل على الريسبتور، في منها اجونست وفي منها انتاجونست. اجونست يعني بيدي فعالية، يعني له افينيتي وله انترنسيك اكتيفيتي، فهو اللي هو الايجنت له ability تو بايند، يعني عنده افينيتي، وتو بروديوس الانترنسيك اكتيفيتي اللي هي السبسيكونت ايفنت اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت، انه يفتح التشانل او يشغل الجيب. لكن هو ما فيش اجونست بيدي ريسبونس لما بيشتغل لوحده، فمحتاجين يعني اكتر من مولوكيول يشتغل. طب انواع الاجونست، في فول اجونست وده اللي اقل كميه منه بتدي المفعول، ليتل اماونت اوف دراج بروديوس ماكسيمم افكت ايفن او ريسبتور نوت اوكيبايد، حتى لو مش كل ريسبتور مشغوله، زي الاستايل كولين على الماسكارينك كده، ده بيبقى له هاي افينيتي. الويك اجونست، الويك اجونست ده حسب كميته هيوصل، ان هو بيبدا صغير وكل ما الكميه تزيد كل ما الافكت يزيد. نيد ميني مور ريسبتور تو اوكيباي تو بي اوكيبايد تو بروديوس افكت، بس هو في امل انه يبقى 100%. البارشال اجونست ده بقى عمره ما هيبقى 100%، والبارشال اجونست ده بيسموه بارشال اجونست انتاجونست، وده عامل زي ان انت قعدت واحد ياخد مكانه خلاص،
او ان انت يعني جبت حد مثلا من كلية حقوق يجي يقعد مكانك في يوم امتحان في صيدلة وهو مش عارف حاجة، فهو انت ما اتخدتش غياب بس في نفس الوقت انت ما نجحتش. يعني بمثال تاني نفهم منه اكتر، لو انا مثلا عندي النالورفين ده او كل الحاجات البرش الاجونست في المورفين، هي جاية تعمل ايه؟ جاية تقعد مكان المورفين لو هو مدمن. فالشخص المدمن ده عنده حاجة قاعدة على الريسبتور مسكتاه فما فيش اعراض انسحاب، بس لو المورفين نفسه جه النالورفين برضه هيفضل قاعد ومش هيقوم، فهو كده اشتغل كأنه انتاجونست لانه منعه من الوصول للريسبتور. البارشال اجونست ده قوته والافيكاسي بتاعته يا دوب 1 من 10 2 من 10، انما الويك 6 من 10، انما الفول 1 كامل. اقول تاني برضه البارشال اجونست انتاجونست ده حاجه قاعده على الريسبتور، يعني لا منها ولا من كفايه شرها زي ما بيقولوا، هي قاعده مشغله الريسبتور شويه في اتجاه الاجونست ولكن 1 من 10 2 من 10. طب لو جه الاجونست اللي هو بقى 1 وهي منعال ان الافينيتي بتاعتها اعلى، هيبقى ايه الوقت كانها انتاجونست، فهو ده دراج فيل تو بروديوس ماكسيمال افكت، عمره ما يوصل 100% ايفن هو ان اول ريسبتور اوكوبايد، بيربط الريسبتور بروديوس سب ماكسيمال اللي هو يعني حاجه ضعيفه في ان ابسنس اوف سترونج اجونست، بيشتغل زي الاجونست بالظبط بس فيري ويك، ان بريسنس اوف اجونست اكت لايك انتاجونست. Partial agonists have efficacy and intrinsic activity and subsequent event greater than 0 but less than 1، هي أقل من صفر يعني أكتر من صفر أقل من 1 بالأرقام زي ما قلتها لكم، والمثال عليها النالورفين على الأوبيويد ريسبتور. طب الانفيرس agonist ده بقى عشان نرتاح منه ده المفتاح، وهو بيقفل الريسبتور، يعني أنت عندك المفتاح ممكن يفتح البوابة أو يقفلها، يعني يحركها في اتجاه موجب أو في اتجاه سالب. فالافيكاسي ده الانفيرس اجونست ده لو انت بصيت عليه من بره تقول عليه انتاجونست، بس احنا اتفقنا ان الحاجه اللي بتدخل تدي مفعول سواء سلبي او ايجابي او بتحرك الريسبتور في اتجاه يمين او شمال هي اجونست. فالانفيرس اجونست كانك دخلت المفتاح في الكالون بس قفل الباب، امال الاجونست العادي لا، دخلت المفتاح في الكالون وفتح الباب. فالانفيرس اجونست ده مولكيول بيربط على نفس السايت اوف اجونست، ونقدر نقول عليه فول اجونست، بس هو بيدي افكت اوبوزيت تو ذات اوف نورمال اجونست، زي البيتا كاربولين ده انتاجونايز للبنزودايزبين، زي الكارفيدايلول ده بيتا انتاجونست يعني بيتا اجونست دلوقتي هنسميه انفرس اجونست، زي النالكزون هنقول عليه انفرس اجونست، زي كانديزارتان في الكاردياك هايبرتروفي، زي البرازوسين وترازوسين للالفا، زي الميترولول والكارفيدايلول والبيسبيرول للبيتا، زي البايرانزابين للماسكارينيك، زي المونتيلوكاست للسيستاين ليكوترين. طيب هو بيعمل ايه تاني؟ هو انيشيت اكتيفيتي، يعني هو اجونست ولكن with varying degree of positive intrinsic activity. تمام، هو بريفنت الاجونست. طيب الانفيرس اجونست ده له تو ستيت موديل، يعني قاعد في حالتين كده، بايند ويز ذا كونستيتيوفلي اكتيف ريسبتور، بيربط الريسبتور ويخليهم ستابلايزد ومستقرين، ولكن بيشيفت الريسبتور للان اكتيف ستيت، فهو له نيجاتيف افكاسي. اول واحد اكتشف هو البيتا كارولين انتاجونايزد البنزوداز. طب ايه العلاقه بين الانفيرس اجونست والبارشال، وايه العلاقه بين الانفيرس اجونست والانتاجونست؟ الانفيرس اجونست لو قارنته الانفيرس اجونست لو قارنته بالبارشال اجونست، البارشال اجونست ضعيف ويك برايورتي ذان اجونست، اضعف من الاجونست فور سيم ريسبتور شيفت اكليبريم، ولكن بيحرك الاكليبريم شويه كانه عمل كده ربع تكه في الكالون، بس التكه بتاعت البارشال اجونست في اتجاه الفتح. طب الانفيرس لا، له كل خصائص الفول اجونست، ولكن كل الفرق ان هو بيعمل شيفت اكليبريم ان اوبوزيت دايركشن، يعني بيحركه الناحيه العكسيه. طيب لو قارنت الانفيرس بالانتاجونست، لا الانتاجونست مالوش افيكاسي اصلا، الانفيرس اجونست كده كده له افكت حتى في وجود الاجونست، انما الانتاجونست بيقلل الافكت اوف اجونست باي بريفنتنج ات فروم بايندنج ان ريسبتور، لكن هو مالوش اي افكت. يبقى الانفيرس اجونست له افكت ولكن في الاتجاه العكسي، ادي الشكل اهو، وادي الانفيرس بيوديها شمال وادي الاجونست العادي بيوديها يمين. نيجي بقى للانتاجونيزم. الانتاجونيزم هو حاجه لا افينيتي ولكن ملهاش افكس زي ما احنا اتفقنا. مين انتاجونست اكت اون ايدنتيكال ريسبتور ماكرو مولكيول انهبيت اجونست اكشن، حاجه قاعده كده، اذا كانك المفتاح بقى اللي دخل
وما فتحش ده وما حركش يمين ولا شمال، هو ده الانتاج مست، لان انت مش هتعرف تدخل مفتاح تاني، ان هو خلاص شغل مكانه. No intrinsic activity produce no effect. Although antagonists have no intrinsic activity, they are able to bind to target receptor because they possess strong affinity. يعني بيعرفوا يربطوا، يقعدوا ان هم strong affinity. بيربطوا على receptor ويعملوا لهم block من غير ما يعملوا لهم stimulation. Compete with agonist. So prevent the agonist effect. طيب في منهم حاجات competitive وفي منهم حاجات الاستريك وفي منهم حاجات irreversible وفي منهم حاجات فيسيولوجيك. كومبيتيتيف يعني حاجات هتتنافس في الوش وقدام بعض وعلى نفس السايت اوف اكشن. يعني لو رجعنا كده وجبنا دي وقلنا ان انا عايز اقول ان ده ريسبتور، الدواء الاجونست جاي اهو في الوش عادي جدا، الدواء الانتاجونست يبقى له نفس الشكل ونفس كل حاجة اهو، ده الاجونست. هنجيب بقى واحد تاني خالص، نفسه بالظبط نفس كل حاجة بس هنغير له لونه شوية، وده بقى داخل يتنافس على نفس المكان، يعني بيتخانق مع ده اهو. انا عمال العب بيه ده كومبيتيتيف انتاجونست عايز يوصل لنفس المكان. فوالله لو في منه كميات اكبر يعني لقينا الانتاجونست اكتر، جينا لقينا الانتاجونست اكتر يبقى ده اهو، لقينا اتنين انتاجونست كده كومبيتيتيف اهو بيتنافسوا اهو، يبقى ده الاكتر، يبقى ده اللي هيوصل. فالكومبيتيتيف اتنين بيتخانقوا على نفس المكان بمنتهى الوضوح، لكن النون كومبيتيتيف او الالوستريك هو جاي يربط على مكان تاني اصلا، يعني هو بيلف كده ورايح يربط على اهو، بيلف يلف 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 هو يوصل للمكان ده بس من ورا من مكان تاني على طول وهيقفله، بس هو مش داخل من المكان الطبيعي، فاسمه الوستيريك يعني داخل من سايد تاني يقفل ده. انما في بقى حاجات نون كومبيتيتيف لا هي داخله تبوظ اساسا، تمام؟ فالحاجات النون كومبيتيتيف دي حاجات داخله تبوظ خالص، تقول لك هو كده كده مش شغال وكده كده مفيش اكشن، فهي داخله تبوظ، فده نون كومبيتيتيف مختلف. يبقى في كومبيتيتيف وفي الوستيريك وفي نون كومبيتيتيف. تعالوا نقرا الكلام. competitive compete with agonist at the same site of receptor، فلازم يبقى له نفس structure similarity، لازم يبقوا شبه بعض بالظبط. لو الاثنين bind to the same site of receptor ده can be overcome by large dose of agonist، يعني الكميه الاكبر هتكسب، فبنقول عليها surmountable يعني قابل للتغير بالكميه. لو انا حطيت الكيرف يعني لو جبت بقى agonist و antagonist، فكل اللي انا هلاقيه ان الانتاجونست بيقول بيخلي جرعة الأجونست تزيد عشان نوصل لنفس الإفكت. الأنتاجونست بيخلي جرعة الأجونست اللي أنا عايزها عشان أوصل لنفس الإفكت أكبر شوية. طيب مثال واحد، الأنتي هايبرتنسيف دراج اللي هو البرازوسين كومبيت ويز اندوجينس ليجاند اللي هو النور إبينفرين أت ألفا 1 ريسبتور فبيقلل الإفكت، أو الأتروبين وهو بيقفل الماسكرينج. تاني هنقول إن الكومبيتيتيف أجونست مالوش انترنسيك أكتيفيتي. طب الالوستريك او النون كومبتيتيف ده هيروح من مكان تاني ويقفل، فده نوت اكت ات ذا سيم تايم انتر اكت وذ ديفرنت سايت هيعمل كونفورميشنال تشينج فيخلي الاجونست ما يعرفش يوصل، وده ما بيتاثرش بالكميه اون انسورماوند. الريفرسبل اللي هو الدايره اللي انا عملتها لكم في الاخر، ده حاجه بتربط كوفيلنت بتمسك كده في الريسبتور بيرمننت مش هتتغير، تقعد لها 48 ساعه لحد ما الريسبتور يموت ويتجدد تاني، تمام؟ و وارد ان هو يعمل توكسيستي والافكت بتاعته نوت اوفر كام باي لارج دوز. طيب الفسيولوجيكال ده بقى حاجه هتروح تشتغل على ريسبتور وحاجه هتروح تشتغل على ريسبتور تاني خالص، بس هيدوا اتنين اكشن في الاخر في النهايه عكس بعض. الابنفرين هيروح يشتغل على بيتا 2 وهيعمل برونكو دايليشن، وهيروح يشتغل على الفا 1 ويعمل فازو كونستريكشن. على النقيض تماما الهيستامين هيروح يعمل برونكو كونستريكشن وفازو دايليشن، عشان كده الابنفرين هو الانتيدوت في حاله الحساسيه. فهم اتنين اشتغلوا على ريسبتورز مختلفه تماما ولكن بيضادوا بعض وعكس بعض الاكشن في الاخر. طب كيميكالي بقى لا، ده هيبارين جبت له بروتامين، الاسيد زياده حط له الكالاين،
الارزينيك والميتال احط له دايمر كابرول، والايرن حاجه اسمها ديس في الروكزامين. فالانتاجونست ده حاجه ماده كيميكال بتضاد الفعاليه بتاعتها. تمام، وكده الجزء التاني خلص من المحاضره، وهنبدا بقى الجزء الجديد اللي هو الكولينرجيك نيرفوس سيستم.